الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ في هذه الحلقة أعزائي على توضيح ما هي أضرار لحم الخنزير على جسم الإنسان. قبل عدة أيام يتواصل معي شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويقول لي بأنني رأيت لحم الخنزير بشكل جميل وشهي وأرغب بتناوله. فقلت له أين شاهدت ذلك؟ يقول لي لقد شاهدته في بعض الدول الأوروبية عبر أو من خلال سفري إلى تلك المناطق. فقلت له له ضرر كبير، وذلك الإسلام حرم هذا الأمر لعدة أسباب تفي مصلحة الشخص وتفي مصلحتنا بشكل كبير. أن الخنزير يعتبر ناقل للطفيليات والجراثيم، ومن يأكله من الممكن أن يصاب بداء الشعرينيات الطفيلي، وذلك سبب لأن الخنزير يأكل البراز الخاص به للأسف أعزائي، والذي يسبب طفح جلدي وخلل في الأعضاء الداخلية للجسم وخلل في الجهاز العصبي المركزي والإصابة بالعديد من الأمراض.